كل الناس بتعتبرني قدوة ليهم، أنا اللي كل الناس بيعتبروني ببرهم وبحلهم حياتي، عايز تفرجهم عليا يا واطي يا واطي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شوقي، عليا اليمين ما تعدي. شوفوا له شطة يلم فيها هدوم، شوفوا له شطة يلم فيها هدوم والحصان يلمها واحرقها. بس فهمني يا اخويا فهمني يا واطي يا سامر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فاهم بيترقص لي بالحارة زي هتروح فين الساعات؟ انا عارف يا اما اروح فين، انا عارف. بيعمل كده ليه يا اما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا موكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا اما، شافني وخلاص يا اما. وانا عمال اقول الناس عماله تتلمس عليا ليه وانا بديهم الدرس؟ اتاريهم عارفين المصيبه اللي انا فيها. ابني ابني وصبتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا معلش يا حبيبي عشان خاطري، هو يوم كده ويرجعك اصل حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها ياما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها ياما؟ طب اهدى يا حبيبي اهدى عشان خاطري. لا مش اهدى ياما مش اهدى، كل حاجه بيقول عليها لا ياما، اي حاجه بحبها بيقول عليها لا ياما، لا لا ياما. اقول لك لا يا واطي يا سامر، طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا نهار يا نهار ثانية واحدة، كل ما انا عايش وحموت وقلبي وربي مطلع عليك يا شباب، قلبي وربي مطلع عليك. روح وشوف الداهية الكاس يا واطي. يا شباب يا حرام عليك، عيطوا عليا ايه؟ عيطوا عليا ايه؟ قولوا ادخل بلا ادخل بلا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هيا يا سامي انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا. ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام انا جاي. على فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي هنلم نقعد معانا يا منطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوقي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا، ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا ان انت عندك اب وبيخلف معاك. انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدولي، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك ايه يا غالي، ما تيجي ندور على حاجه نلوز بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. عاده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. اديني يا غالي. ارفع يا زميلي. تعالى وشو خش شوف اللي وراك. معلش بس الراجل مستعجل على احنا خلصوا افطارك. بقول لك يا شوقي كلام جديد اهو، قول كده معايا المدخل ده كده. امسك يا جدع. تقول يا جدع. معلش معلش يا سامي انا مخنوق. كل ده عشان ابوك طردك؟ مش حاجات كتيره. كبر دماغك قوم تعالى روش نفسك. يلا قوم قوم يلا. تعالى يا شباب دي اوضه يا سيدي ما حدش دخلها من ساعه ما خدت الشقه دي من النهارده بتاعتك. ما تعمليش بقى فيها حساس والجو ده. ها؟ ما بستعملهاش. طب يا سامي انا عايز اشتغل، اشتغل اي حاجه. تنزل استوديو؟ اعمل ايه؟ هتمسك البوفيجي شويه شويه على ما اظبط لك فرقه صح تنزل معاها، بدل فرقه الشوارع بتاعتك دي. اي حاجه. قول ان شاء الله. فك كده بقى فك. يلا. روح خلص السبوبه دي. مش هتمشي ولا ايه يا استاذ تمام؟ استاذ تمام ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت يا عم عمر انا هقفل. طيب يا استاذ ربنا يهدي لك حالك. سامحني يا
سامحني وسامح ابني واهديه وارجع عن اللي هو فيه. انت اللي قادر وغيرك ما يقدر. استرني يا رب، استرني دنيا واخرة، وتفضحني ايش يا ستار يا مثبت القلوب والابصار. ثبتني، ثبت قلبي ابني على الايمان، اهديه ارجع للي هو فيه يا رب بسر فتحة كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. صدق أول مرة أخرج مع واحد تكلمي جد يا منى؟ هو ايه يا اخويا ده؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي بجد بجد. بجد بطمن بس. لا اخويا اطمن، اول مره اخرج مع واحد. عارفه انا جايب لك ايه؟ ايه؟ خاتم. ليه انا؟ وربنا يقدرني وغرقك ذهب ولبس وكل حاجه. امسكي يا بركة دعاكي يا امي، ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطه معايا منى؟ مبسوطه ولا متضايقه؟ يا اخويا تف من بقك، يعني ما انت شايف ان الفرحه مش سيعاني، بس لمؤاخذه لازم امشي. ليه؟ اصل مش قايله لامي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. صح، صدقي كده انا احترمك اكتر واكتر. اشرب العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشرب. بس يا ابني انت، هو سيب العربيه. مش عاوزه تدوس. ندورها يا ابني. اتفضلي اتفضلي انزلي تعالي. هات كرسي يلا. معلش يا ابني هتعبك معايا. تعبت راحه يا ست الكل. اتفضلي يا ابني اتفضلي اتفضلي. ها اشربي يا ابني. لسه شاربه شاي في البيت. يبقى تشربي حاجه ساقعه. كتر خيرك، عندي مشوار ومستعجله. هات يلا البطاريه اللي جوه دي يلا. حاضر يا اسطى. مش باينه يعني يا ابني. هو انا بتحرك من البيت يا اسطى؟ والله ببقى عايز اجي ازوركم بس الواحد بيتكسف. ليه؟ يعني من يوم المرحوم ابوكي من بيتك وانا ما دخلتش بيتكم. تعالى في اي وقت يا اسطى، البيت بيتك. فك يا دي البطاريه دي وركب دي. حاضر يا اسطى. ليه بس يا اسطى؟ ما تديني توصيله وخلاص. لا لا لا، اقضي مشاويرك بالبطاريه دي وانا هصلح لك بطاريتك، ولما تقضي مشاويرك هوديها لك لحد البيت. كتر خيرك يا اسطى. طيب انا خدامك يا ست الكل، انا خدامك. ده العربيه وصاحبه العربيه في عينينا. دور يالا. ما تحرمش منك يا اسطى سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العفو يا ست الكل. هتقع يعني هتقع يا بنت المدارس. خدي وزعي دول على جنب. مي حبيبتي وحشتيني. انت كمان. عامله ايه؟ كويسه. كده برضو اكلمك امبارح بالليل يقولوا لي نامت، تنامي برضو من غير ما تسلمي على ماما ليلى؟ زعلتي بقى يا ماما. انا يا حبيبتي عمري ما بزعل منك. عارفه بكره هوديكي فين؟ فين؟ جنينه الحيوانات. الله. عشان تشوفي العصافير اللي انت بتحبيها، وكمان هخليكي تتصوري مع الفيل الكبير قوي. ولا انت تخافي منه؟ طول ما انا جنبك ما اخافش منه. حبيبه قلبي يا ميمي. يلا يا ماي روحي العبي مع اصحابك شويه. يا حبيبتي كده البنات هتغير من ماي. اعمل ايه بس؟ اصلي بحبها بحبها قوي يا حبيبتي، وانا مقدره الحب ده، بس نراعي زمايلها في الدار شويه. ما
تنسيش ان انا لقيتها وهي حته لحمه صغيره، وليلى ظروفي منعتني، انا كنت اتبنيتها. ربنا يديكي على قد اعمالك يا ليلى، نشوفك عروسه كده وتتجوزي بقى وتفرحيني. ان شاء الله ان شاء الله. بذمتك العيشه دي جوزي اتفرح هنا حمصه شويه بريك. بكره ربك يفرجها يا بلال. انا اللي غيظني الحربايه مرات ابويا دي، عماله تدي حقن لابويا من تحت لتحت، وابويا مصدقها ومقويها علينا. بس كل ده كوم وغيظها لمراتي عشان ما تتخلفش كل ده. اقفش مصلحه في ايه؟ ادي ايه ده طالع فين يا ده التوهو؟ معرفش يا راجل. المعلم فين؟ دخل الشغل ده وصاحب سرعه. هو انت بتسال على الجديده ليه؟ استنى بس، ده فاكرنا نايمين على ودانا؟ ده انا جايب له الحكومه وقتي. اه ايه ايه في ايه؟ ايه حفظي؟ ادي ايه ده طالع فين يا معلم؟ رايح مطرح ما رايح، بتسال ليه؟ لا تعدل في الكلام، دي ده بيتباع براني وانت هارش وانا هارش. طب ما يتباع يا حفظ واحنا مالنا؟ قول له يا بلال. افعب يا حمار، دي ده حصه الفرن يا دوب مكف الحاره، الباشا بيبيعوا براني وابوك وابويا بيقفوا في الطابور. اه ما بتحصلوش على رغيف واحد، افهم بقى يا ابني الحراميه. وطي صوتك انت وهو، هتودونا في داهيه. شيل الحبسوه. شيلنا الحبسوه. ايديه بيفيد يا جدعان، اخليه لما يسوس ولا استنفع منه؟ وعلى العموم خد خد يا عم انت وهو 200 جنيه اهو. 100 كمان. ماشي اتفضل. ايه بقولك ايه؟ اي دقيقه هيطلع من عندك هتدفع عليه. لا يا عم، انا هبيع الحصه كلها في الفرن وخليه ان شاء الله حتى يعفن. بالنص. خد انت 100 وانت 200. اه تمام. ايه يا بنتي مالك؟ انت هتاكلي الشيشه ولا ايه يا اختي محرومه؟ هو انا اقدر تفتكري اشرب شيشه دي في البيت؟ ده انا جوزي كان بلغ عني البوليس. طب ما انت بتشربي سجاير، ايه الفرق؟ انا بجد مش عارفه انت مستحمله جوزك ده على ايه. طيب وغلبان وبيسمع كلامي، مع اني ما بحبش الراجل الطيب. على فكره خد بالك يا شمس، ناهى الدين ده باباهم 5. ايوه اقعدي نقي عليا يا نانسي. ما انا ما بقر ولا حاجه، ما انا قلت 5 وهما 6 اصلا. تعرفي يا نهد، احنا فينا حاجات شبه بعض. انا برضو متجوز 4. على ذمتك 4؟ لا طبعا، هي سنه وبقلب على طول. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خرجتي وقلنا معلش وتأخرتي، قافلة تليفونك ليه؟ بتدعي عليا يا بابا؟ مالك يا بابا؟ ايه اللي منرفزك؟ ولا حاجة يا أخي، بكلم نفسي. في حاجة؟ زعلك يعني؟ في حاجة؟ بكلم نفسي. ما أنا بقيت طرطور في البيت أصلي. اعمل لها تليفون، قافله تليفونها. طب عملت حادثه؟ الله، جرح حاجه، اتخانقتي؟ ما نعرفش. معلش يا بابا، هتلاقي تليفونها فصل شحن، اكيد يعني مش هي اللي قافلاه. ما فصل زفت، ما تتكلم من اي حته، تطمنا يا اخي. ما تقلقش يا حبيبي، زمانها جايه في الطريق. هي ما قالتلكش راحه فين؟ يا دي بتقول. طب يا حبيبي انت مش عايز اي حاجه؟ اعملها لك شاي، قهوه، اي حاجه. دولية تسد النفس، والله ما عايز حاجة يا أخي، قوم نام. حاضر، لو عوزت أي حاجة نادي عليا. لا خلاص لازم أمشي. طب مش هتجيبي نمرتك؟ طب هقول لك، هات أنت أحسن. خدي 012. لا ثانية واحدة، كنت هفتح كنت قافلاه. جوزي بيتصل. طب ما ترد عليه. طيب لا ما ينفعش، أهو قفل. قول بقى. 012 43 72 599. أنا هطلبك وهسجل نمرتك باسم نانسي، أوعي تنسي. لا تمام. بيرن. أوكي. مع السلامة. باي باي يا حبيبتي.
مع السلامة. مالك؟ جامدة. ايه يا نهدي حبيبتي؟ خططينا عليك. معلش انا اسف، اصل كانت الدنيا زحمة قوي. وتليفونك على طول مقفول كده؟ اصله كان قطع شحن، وبعدين كنت سايقة وانت عارف ان انا ما بعرفش ارد وانا سايقة. لا يا حبيبتي غلط، اوعي تردي وانت سايقة. بموت فيك وانت بتخاف عليا. يا بنت الواد صلاحي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هاخد دش وحصن. مش كنت سمعت كلام يا سناء؟ ودقينا شوية طعمية واسترزقنا وفكينا عن نفسنا شوية. أبوس إيدك يا فتحي، ما تديلوش فرصة يشمت فينا، ده أخويا وأنا عارفاه كياد كده النسوان. وأنا مش قادر، مخنوق يا سناء، مش طايق نفسي، مخنوق. من ايه بس يا فتحي؟ ما احنا عايشين وكويسين اهو الحمد لله، عيشتنا زي الفل. زي الفل؟ بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ بقول لك مخنوق، مش طايق نفسي، مش طايق الدنيا. مش انت يا فتحي اللي قلت لي يا بنتي يا سناء تعالي نقعد بره شويه عشان نتهوى؟ فرقت ايه يعني؟ جوه زي بره، انا كل يوم متلاقي حينا اللي رايح واللي جاي بيضرب السلام ولا عاجبه. خلاص حفظ شكلي زي الرصيف. طب قوم يا اخويا، قوم معايا كده وروق. يلا قوم يا فتحي. صل على النبي بقى يا فتحي، من بكره ان شاء الله اول ما اعلان الميراث يطلع هناخد حقنا في البيت وفي الورش، ساعتها مش هنتحوج لحد ابدا. مش الفلوس هي اللي مضايقاني، حاسس ان انا ما بقتش راجل. يا لهوي، ليه بتقول كده يا فتحي؟ بعد الشر عليك، انت راجل وسيد الرجاله كمان. راجل ازاي وانا ما بقربش ناحيتك؟ ما بقربش ناحيتك خالص وانت لسه في عز شبابك. ما هو مش بعيدك يا اخويا، هو مش الدكتور كان قال لك ان انت لما تاخد العلاج هتخف؟ ساعتها بقى يا فتحي انا مش هبقى ملحق عليك. هو الشيطان، الشيطان اللي عمال كل يوم يقول لي ليه يا واد سناء بيستحملها كل ده وعشان ايه؟ عشان بحبك يا فتحي، بحبك وعاوزاك. وبعدين انت جوزي وابو عيالي وانا مش ممكن هرميك ابدا. وعشان تبقى عارف بقى، انت وعيالك عندي بعد ربنا. ها قلت ايه؟ انا ما بقدرش ازعلك يا اخويا. زعلني يا اخويا، زعلني واضربني وبهدلني، ان شاء الله حتى تقلع اللي في رجلك وتنزله فوق دماغي. اذا كان ده يا اخويا اللي هيريحك انا موافقه. ازعلك ازاي وانا عاجز؟ انا عاجز في كل حاجه، انا لو عملت كده ابقى راجل ندل. ما تقولش كده عشان خاطري، ما تقولش كده. صل على النبي يا اخويا، صل على النبي. أنا بحبك ما تقلقش، ربنا يخليك لي. العوة في أختي. شد مالك؟ إيه اللي جرالك؟ جنب شدد علي قوي يا مالك. أنا خايفك مدعوقة لكده زي بنت صفية. أنا قلت لك ما تروحيش الكنيسة النهاردة، شكلك تعبان. أنا حتى لو قعدت في البيت كنت هفضل تعبانة. الله يا الله. يا جماعة مفيش شاب لابس قميص مشجر جري من هنا؟ هلا قطع النفس ابن الغشيمه. ايه بلاك؟ وريني موبايل. رم رم ايه يا عبيد؟ دي حته جامده، شلتها ازاي؟ ولا حاجه، نزل وساب الموبايل على التابلو. قلت لما عاقبه. ممكن موبايل لو سمحت؟ دي عالم يابا، مش تعبانه في الفلوس يا عم. الحقيقه حاضرين. ايه ده؟ الو الو كابتن، لو سمحت الموبايل ده بتاعي. قصدك اللي كان بتاعك؟ بص يا كوكو، خلي ماما تجيب لك موبايل من اللي فيه كامرتين. ها يا كابتن، لو سمحت الشريحه عليها ارقام مهمه. خد الموبايل وارمي الشريحه في اي مكان يبقى كتر خيرك. هيوحشني صوتك. الو
بقول لك يا صاحبي انا هشد لغايه العتبه كده اروح ابيع الموبايل ده وارد لك تاني. ها ماشي ما تعوقش. ماشي بقول لك ايه هات اي خيمه معاك وانت جاي. عينيا. وسندوتشين شاورما خيرها عشان نظبط. ماشي يا صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين اجمعين. ماما خلاص بقى يا ماما سامحيني مش هعمل كده تاني. ما انا عارفه. عاوزه ايه تاني يا ماما؟ احنا ما عندناش تلفزيون وانا عاوزه اتفرج. انا نفسي افهم ايه اللي شدك في التمثيليه دي يا ماما؟ التمثيليات ما فيهاش حاجه عيب من اللي في دماغي. انا يا اختي ما فيش حاجه في دماغي ابدا. اللي في دماغك انت مش في دماغي انا. طب تعالي شوفيها معايا. يا لهوي انت عايزه يا بنت ابوك يطلقني؟ ده انا بقالي 20 سنه ما اتفرجش على تلفزيون. ليه يا ماما؟ عشان في حاجات وحشه وفي حاجات حلوه. لما يا حبيبتي تتجوزي وتروحي بيت جوزك اتفرجي عليه زي ما انت عاوزه. خلاص جوزوني. وهو يا بنت جالك ابن الحلال واحنا قلنا لا؟ مش لما يجي ابن الحلال. خلاص يا ماما اخر مره اروح اتفرج عند حد تاني غير نعمه. طب سيبيني بقى كده افكر واشوف مين اللي ممكن اطمن له انك انت تروحي تتفرجي على التلفزيون عندهم. يلا بقى اختي من الصلاه حرام عليكي. حاضر. استغفر الله العظيم. يا عم افهم بقى. الراجل مدير المستودع اللي انا بيه صاحبي اتفقت معاه هيدينا الانبوبه بخمسه حبها ب 20 يعني الانبوبه فيها مصلحه 15. وحش وحش ايه؟ ايد على كتفك. بس الانابيب فيها ازمه اليومين دول والحكومه مفتحه عينيها على الاخر. ما احنا هنطلع بالشغل على 6 الصبح. اه قبل ما الحكومه تصحى صح كده؟ يعني الحاره دي بقى بتشفط لها كده 20 انبوبه في اليوم. اضربهم كده في 10. 20 في 10 دول 200 جنيه حلوه قوي. وانا لغيت الواد كريم هناخد العربيه بتاعته بريالين في اليوم. ريالين كتير هم 20 وسيبهولي. يا عم الموضوع كله شمال. اوه عارف طب العربيه اتقفشت هيضيع. شباب ماشي اخلع انت. ماشي خلاص نديله ريالين. الفرصه بقى ان احنا نشطب على الموضوع ده في ساعه زمن. 5 الفجر الاقيك قاعد عادتك السودا ده على الكرسي ده وهو كذاب. ها تمام. المشروع ده بتاع ايه اصلا؟ ده السابق؟ يا بهزر معاك. انا بس ربنا عارف يا جدع عارف ربنا بهزر معاك. يلا يعني في حدوته الجهاز. قلت لك هجيبهولك بس مستني اوقع لك حته فرطه حنينه كده. يا عم خلص ما كانش جهاز. الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته يعني هتعيش براحتك كمان. طب اقول لك ايه؟ انت عايز يعني وصله كده عشان لما تركب الجهاز على ده انا هركب لك وصله للجهاز ده اخليه يطير يعيش من كتر السرعه. طب يلا خش. ولا ايه؟ عايزين نعمل صفحه فيسبوك يا ابني. ما تعمل يا عم انت صغير ما انت خلاص بقيت عفريت نت. انا عملته محدش بيلاغيني. ايه يا ابني ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء. انت شكلك مش عامله بالعربي. لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلغايه. والله بس كده نعمله بالعربي سهل. ابوك ايه النت ده هياكلنا ولا هيشربنا؟ ايه يا عم انا وديت الشغل خلاص. طب مش تقول انا سايبني دماغي عماله تروح يمين وشمال واقول يا ترى الولا راح فين. كنت جاي جاي. ما انت لو مش فاضي يا ابني قول اجيب سواق ماشي الشغل. خلاص يابا همشي. خلاص ايه 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 في ايه يا بركه؟ انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجي خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني. خلاص يابا الله ما تردش على ابوك. يالا يلا روح شوف شغلك. يلا يلا شفت الولا بيبوا ازاي؟ ما تروق يا عم ما كل العيال بتقلع. استغفر الله العظيم. تعال نشوف شاي. لا 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 خلاص روح شوف. يا عم تعالى تعالى نشوف سيجارتين. معاك؟ معايا. يلا تعال. يلا ولا هات كرسي. يلا حاضر. يلا ارتاح يا معلم بركة. روح يلا اتنين شاي بسرعة. يلا حاضر. عاوزك في استشارة. تحت أمرك يا أخويا. قول دلوقتي أنا أعمل إعلان وراثة ولا ما أعملش؟ أنا مش عايز أغلط، عايز أمشي قانوني ومش عارف أعمل إيه. انت مش قلت ان ابوك باع لك قبل ما يموت؟ ايوه بس مش لازم حد يعرف. لا طبعا ايه
بس بسيرهم يعرفوا برضه اصلا كله بمعاده يعني بلاش يا عم. طب هو ابويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورشه؟ لا المعاش ده من حق مراته. يبقى تاخد حقها. يبقى تعمل اعلام مراسل. الله يفتح عليك. انا قلت اخد رايك برضه معلم بركه عشان يبقى استشارت كبارات الحته. حدش يمسك عليا حاجه وتبقوا شاهدين وكله بما يرضي الله. طبعا. طلع. طلع ايه؟ سيجارتين. اميره روحي انت يا خالتي خلاص بقى كويسه. ويدي معقول يا بنتي؟ اسيبها وامشي. روحي انت يا بنتي تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه؟ عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده. ما يا خالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن. وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيها. تسلم يا عبد الله. روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي. الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويس باذن الله. هتبقى كويس يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويس. طيب انا هحافظ عليك بكره الصبح. بقولك يا صباح خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي يا عبد الله فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بت فاكر. كنا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص خلاص. بقولك يا صباح ما فيش حاجه كمان قطايه صغيره بس. انت رايق. همشي انا. يلا يا اخويا يلا يا اخويا انت هو وقلعوا يلا عشان تستحموا. لا ياما. الله يا واد انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فين؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. إذا كان كده ماشي. كفاية منى بقى يا حبيبتي اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس يبقى كده خلصنا. أيوة صلاح باشا. لا معلش اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها على الراجل كده ليه؟ يا صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوفك قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحك على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوشه اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرضي يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي انا حر. يا بنتي حرام عليك ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه اعملي. موظف الحي موجود في الحاره لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل اخلص. طب هنغيب بسرعه انت قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم من قسم التركيبات دول هركبهم في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنالي استنى يلا.